جيت انا نازح على منطقه انصارات، جي سكنت في شقه صديقي لهان واختي ساكنه في انصارات، وكنت ماخذ عيال ورايح زياره عند اختي. ما بندري الا اصحابي اتصلوا علي بيقولوا انضربت العمار، فجينا نشيك بس عشان تكون سايب اغراضي هان، جاي افقد نشوف الناس اللي كانت هان كنا شايفين. الله يرحم اللي مات، الله يشفي اللي ما جري، بعوض الله. لا هو بس بدنا نتفق شو بدنا نسوي البنت.